يا هيا مسكيهم زين عشان اسوي لهم الابرة. هيا فطابي تعرفين بكره رمضان؟ انت تقدرين تصومين بكره؟ لا انا بشرب ماي لان احب الماي. هي وانا وايد اعطش. انا الحين افكر فكره اخلي امي ما تخليني اصوم. كوكو قولي جاهزه الفكره. شو رايك انا وانتي نسوي نفسنا ان بطنا يعورنا عشان امي تدفع علينا ما تخلينا نصوم؟ امي وايد تخاف علي. حل بكرة. يلا 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 هاي امي الحين بتجي. يلا 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 سوي نفسك بطني تعورك. بطني يا بطني. ماما بطني يعورني. شوفيت يا دانا شوفيت يا فطامي بطني تعورني ما اقدر اصوم بكره. الف سلامه حبيباتي ما تشوفون شر. هاي دانا فطامي بطني يعوركم بتشوفون. اوديكم عند الدكتوره؟ لا لا ما في داعي بس بنرتاح شوي. الف سلامه عليكم حبيباتي. ليلى ساعديني دايما فطامي يكذبون مع ماما يقولون هم مات يكذبون علي ماما بطنا عبرهم حتى ما في شيء. اكتر يهم يا ليلى نفس انت تكوني دكتورة. اوكي يا حياة بسوي نفسي دكتورة لاني اصلا انا دكتورة لكل الامراض الصعبة والسهلة والخطيرة والبسيطة. الحين بروح انتظريني يا هيا. وايش تحبي ليلى؟ طبعا انا الدكتورة ليلى. وينهم الحين؟ يلا خبريني وينهم. هيا هيا وين المريضات؟ اها بطنكم متعوركم. انزين انا عندي ابرة كبيرة. هذه الابرة فيها دواء يخلي دودة البطن تدوخ بسرعة. الابرة هذه عجيبة كل ما اعطيها احد يقفز بسرعة من الحماس والعافية. تعالي يا هيا وتعالي يا نجود ساعديني ومسكيهم بسويهم إبرة. لا تعالي لا 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 يا هيا مسكيهم زين عشان أسوي لهم الإبرة. أريد أعلمكم درس إن الكذب حرام وهذا مقلب. أنا ليلى. يلا خلوني أكمل شغلي مع السلامة. ها ليلى أنا خايفة من الصوم خايفة أتعب وخايفة أجوع. يا بنات رمضان شهر الخير والنشاط ما بشهر الجوع والتعب. رمضان شهر الإحساس بالفقراء. رمضان شهر الحب والتعاون. رمضان شهر القرآن. ويا دانا نحن ما نجبركم على الصيام. الصيام بس تدريب للأطفال على التحمل. ومثل ما كانت تقول أمي صوم العصافير لأحلى عصافير. جدتي أمي هي كانت تقول لأمي إن تصومي صوم العصافير عشان تتعود وتتدرب للصوم. إنك صوم العصافير بس مثلا من الفير للظهر. حاولوا يا بنات حال تصومون حاول تدربون وانتو صغار في يوم تكبرون. وحتى
لازم تكبرون كم كبرتوا بتسوون أكل وهالأكل. أحلى شيء في رمضان إن نطبخ ونلعب وشوفوا إن إحنا جهزنا رمضان، حطينا ليتات وزينا المكان وجهزنا بعض أكلات رمضان. طبعاً ما تحل الجمعة إلا ملابس شيئاً. كل ملابسنا من شيئاً. هذا كذب خذاك. شو رأيكم في لبسي؟ هذا كود الخصم. شو رأيكم من شيئاً؟ وأنا بعد جبت هذه العباية من شيئاً، وايد ساترة يعني، وايد خامتها حلوة وتناسب الجو رمضان. شو رأيكم فيها؟ أنا وايد عجبتني. حبيته وايد وايد انيق، وروابط ويعني ارقام القطع اللي هذه اللي نحن اشتريناهم بتلاقونها في صندوق الوصف. وقبل ما نزين بيوتنا لازم نزين قلوبنا بذكر الله وقراءة القرآن ونتحمس للعبادة. لازم نلعب الصلاة والأقران عشان الله يعطيك حسنات. نحن سوينا نفس هذه مفكرة رمضانية للأطفال، هي وايد حلوة ويعني تشغل الطفل في رمضان، وبعدين تربون تنجزون فيها وتستانسون. يعني براويكم مثال، يعني عندنا هني وش بتقولين؟ عندنا هني اليوم الأول لازم تسوون عبادات، يعني لازم إذا صليتوا تحطون صح، وإذا قريتوا الأذكار تحطون صح، دعيتوا، إذا صمتوا، إذا سبحتوا، إذا قريتوا القرآن تحطون صح. هذه العبادات اللي تسوونها. اليوم الثاني عندنا تلوين، عندنا حديث. اليوم الثالث، اليوم الرابع في لعبة. اليوم الخامس تصنعون فانوس، يعني هاي وايد حلوة الفكرة. اليوم السادس تلوين، وفي بعد طبخ، يعني يرمون الأطفال يطبخون طبخات صغيرة مثل طبخة التوست. فطبعا انت شو بتطبخين؟ أنا أحب الوايد الليغيمات. وأنا أكل أكبر أكل. أنا يوم بتطبخين شو بتطبخين؟ سمبوسة. صح، تبي تسوي سمبوسة. أنا ولا أحب كل الأكل، يعني بطبخ. لا تسوي نسكب، هذي حد معك كبير. أوكي، هني مثلاً اليوم التاسع عندنا وجبة التوست. هني يعني الأطفال يسوون توست مع حد كبير معاهم. يعني هاي الفكرة وايد حلوة، ترمون تصنعون طيارات. يعني بتشغل الطفل في رمضان وبتشجعه انه يصوم ويسوي عبادات. هي الفكرة وايد حلوة، احنا بنحط لكم الرابط في صندوق الوصف، فانتوا طبعوها وجربوها في رمضان، يعني وايد حلوة احنا بنجربها. وجايز لا تسوون صفصفة، لا تسوون صحيح. تكونين صح عشان اهلكم يبونكم هدية يوم العيد او يكافئونكم باي شيء. انتوا بدون مكان لازم تكون فلوس عيديات. الحين اللي احنا سوينا بعض اكلات رمضان، وهذا لقيمات، سمبوسه وهريس. شوفوا هريسنا. هني ركبت اول اضاءه على شكل هلال عشان يعني نحس بأجواء رمضان. فنحن زينا بيتنا، احنا وايد مستانسين، يعني رمضان قرب، يعني يمكن باكر او عقب باكر. المهم فاحنا جايين نزين، فبنحط هالإضاءة وهالإضاءة وبنحط هالإضاءة برا، وداخل بعد بنزين. بس هذا بنحطه هني. شوفي هذا بنحطه هني. شوفي ايش اسمه؟ هذا بساعدكم فوق. هني هني بنحطه. اوكي، بنحط هذا من هني لين هناك. انزين دام يبي كرسي، يبي كرسي. عندي حطينا بعد على مدخل البيت فانوس عشان نسوي اضاءه رمضان. وتابعونا نحن سوالف بيناتي، بننزلكم وايد حلقات حلوه في رمضان، قصص، بلوجات،
يعني تحديات في رمضان وايد بتستانسون عليها. فإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسون في حسابنا الانستغرام والتيك توك والسناب شات. باي، مع السلامة.